50,693 لسنة 2014 بنى في مدينة نصر أول، والمستأنفة برقم 10,294 لسنة 2015 استئناف شرق، والمقايضة ضد أحمد علي موسى موسى شحاتة، وشهرته أحمد موسى. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم. حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رفعها بمصاريفها و75 جنيه أتعاب المحاماة. وقفت الجلسة.